احمد، من بين النقاط اللي ركزت عليها هو ان ما كانش واحد التفاعل على مستوى القيادات اللي كاينه في الحزب الان الاتحاد الشراكي، او الناس اللي كانوا مخالطين ديما التنظيم تاع الحزب الاتحاد الشراكي مباشره مع دخول صدور المؤلف ديالكم. لا، احنا كان غيكون شيء مهم جدا لو كانت كتابات اخرى، لو كانت اراء اخرى، لو كانت وقائع اخرى. لسبب بسيط، هو اننا نعتبر بان التاريخ بين قوسين لهذه المرحله واستكمال عناصر هذه التجربه وفهم هذه التجربه، سواء في بعدها المرتبط بالاتحاد الشراكي او بعدها المرتبط بالسياسه بالحياه السياسيه العامه في المغرب ديال التسعينيات وبدايه الالفيه، تحتاج الى نوع من التراكم، تحتاج الى كتابات اخرى، تحتاج من الفاعلين ان يخرجوا عن تحفظاتهم وان يكتبوا وان يخرجوا عن العموميات وان يتحدثوا عن التفاصيل، ليست بالضروره الجارحه وليست بالضروره المؤلمه، ولكنها التي تفيد في تكوين رؤيه دقيقه عما جرى. من غير المعقول أن يكون حادث مثل التناوب مثلا مرت عليه زيادة من 20 سنة ولا نعرف كل تفاصيله، لا نعرف ما الذي حدث، ما هي طبيعة الاتفاقات التي كانت، ما هي طبيعة المفاوضات، كيف خرجت الحكومة، كيف انتهى المآل، باستثناء بعض الكتابات التي تعكس مواقف أكثر ما تعكس وقائع وأكثر ما تعكس أحداث. ولذلك نعتبر بأن هذا شيء مهم ومطلوب ويعبر عن حاجة مجتمعية وحاجة علمية وحاجة بحثية. الآن كاين جوج الأجيال تقريبا ما عاشوش ديك التجربة، وهم يعني نحن ملزمون بنحن الذين عشنا تلك التجربة سواء عن بعد أو عن قرب، بأن نخرج ما يتوفر في بنك معلوماتنا من وقائع وأحداث يمكن أن تنير لهم الطريق كباحثين وكطلبة وكمناضلين في هذا المجال. شوف، أنا كانت مغامرة أنك تألف هذا الكتاب رفقة السي محمد حافظ. هي الكتابة في حد ذاتها يعني مغامرة، لأنه بعض الأحيان كاين نقص معلومات، كاين تخوف من ردود الفعل، كاين هواجس ألا تكون موضوعيا في مقاربتك للأشياء، ولكن المغامرة دائما عندها ثمن، ونحن كنا مستعدين لتأدية مثل هذا الثمن. كنا نعرف بأنه البعض سيقلق، البعض ربما سيشكك في بعض الوقائع، ولكن كنا لنا الجرأة لكي نقدر ثمن هذه الوقائع ولكي ندفعه ولكي كما قال الأستاذ محمد حفيد أن نشجع بل أن نحرض بل أن نورط أشخاص آخرين في أن يقول ما عندهم حول وقائع معينة أو حول بعض الوقائع التي تضمنها الكتاب. اليوسفي، كما عشنا يعني الضمير على من يعود في هذا المؤلف هذا؟ فعلا الكتاب الذي أصدرناه أحمد بوز وأنا اليوسفي كما عشناه، يمكن لهذا الضمير أن يعود على من يعتبر أنه اشترك معنا في هذه التجربة التي نروي بعض أحداثها وبعض وقائعها انطلاقا مما عشناه، انطلاقا مما عايناه، انطلاقا مما شاهدناه. ولكن ما نقصده بالضمير، يعني جوابا على سؤالك، ما نقصده بالضمير، ضمير جمع المتكلم، هو يخصنا أنا وأحمد البوز، يعني كما عشنا ونحن الاثنين، لأن هذه تجربة ننقل فيها مجموعة من الوقائع كنا شاهدي عيان عليها، عشناها كأطراف، عايناها، وبطبيعة الحال هذه الوقائع والحدث قد يكون أشخاص آخرون من داخلنا في التجربة قد عاشوها، ولكن ما نرويه في هذا الكتاب يخصنا نحن انطلاقا مما عشناه، ولم نقف عند عرض هذه الوقائع فقط وصفناها، وكلما كان هناك إمكان لكي نحلل هذه الوقائع ولكي نعبر كذلك عن الموقف، انطلاقا من رؤيتنا، انطلاقا من تصورنا لهذه
الأحداث، وبطبيعة الحال يمكن لآخرين أن يكتبوهم كذلك بضميرهم، لكي بضميرهم هنا بالمعنيين، الضمير النحوي وكذلك الضمير الأخلاقي، لكي يقدموا روايتهم أو رواياتهم عما جرى خلال هذه المرحلة الأساسية في تاريخ المغرب المعاصر. تقديم روايات أخرى هي الأمر اللي مباشرة بعد خروج المؤلف هذا، يعني مجموعة من الأصوات اللي خرجت تنتقد المؤلف وتقول بأن يعني تم التركيز على جوانب اللي هي نقدية بالنسبة للسي عبد الرحمن اليوسف. لا يعني بالنسبة إلينا كنا حريصين أولا أن منذ البداية أن نقول إن ما نقدمه لا يمكن أن نعتبره هو الحقيقة، أو لا يمكن أن نعتبره هو الحقيقة الوحيدة، وننقله انطلاقا من موقعنا التنظيمي وموقعنا السياسي الذي وهي المواقع التي جعلتنا نكون إما أطرافا أو شاهدين على ما حدث، وبطبيعة الحال انطلاقا من رؤيتنا، انطلاقا من رأينا، نحن حرصنا على أن نوثق كل وقائع كلما أمكن ذلك، وذلك سيجد القارئ في الكتاب واحد العدد كبير من الهوامش التي توثق لتلك الواقع والأحداث، ونرجع إلى إما إلى شهادات، إما إلى وثائق إلى آخره، واستندنا كذلك إلى ما حفظته ذاكرتنا، وكان هدفنا أن نخرج هذه الأحداث وهذه الواقع ونقدم صورة عن هذه التجربة التي نغطي فيها مرحلة من 1992 إلى 2003، ولأن الكتاب كتب لنا أن ننتهي من تحريره بعيد وفاة عبد الرحمن اليوسفي، فقد مددنا فترة الزمنية إلى 2020 بالضبط أواخر ماي 2020، يعني الشهر الذي توفي فيه الراحل عبد الرحمن اليوسفي. ونحن حينما نقول يوسفي كما عشنا فنحن لا نقصد فقط الشخص، نحن لا نقصد التجربة سياسية، تجربة تنظيمية بدأناها من 1992 حينما أصبح عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى غاية وفاته.